السلام عليكم مشاهدين، احنا جينا نباركو طليق سعاد جوهرة مغربية. كنقولوا لي مبروك عليك السواج، كيف ما شفنا دار عرس زوين كما تنقولوا كامل مكمول، فرح براسو مع ديك الانسانة اللي هو كما تنقولوا ارتاح ليها وبغى يكمل معاها حياته. ما عندنا حنا كما تنقولوا الا نقولوا ليه مبروك عليك والف مبروك عليك، وكما كنقولوا حتى سعاد حتى هي تمكن ليها تبدا حياتها من جديد، ما كبيراش باقا حتى هي صغيره. وكيف ما شفنا راه جوها الخطاب كيف ما هو كما تنقولوا لقى السعاده بعيد على سعاد، حتى سعاد تلقى السعاده وهي بعيده على هذا الانسان هذا. كيف ما شفنا سعاد نازلات وخرجات وطلبات منه باش تصالح معاه، ولكن للاسف السيد رسم واحد مخطط مع واحد الانسانه اللي هو شافها غير ارتاح معاها. كما تنقولوا بنادم فين مرتاح كما تنقولوا يدير اللي بغى، اما سعاد كنتمناوها حتى هي ما تاثرش بهذا الشيء وما تاثرش بهذا العرس وما تاثرش بدوك المراسيم وما تاثرش تشوف بنياتها زعما هما اللي كيوجدوا في الخواتم وهما اللي حاضرات وهما اللي واقفات على العرس ديال الاب ديالهم. واخا حتى شفنا ماشي زعما دار شي عرس كبير، غير لبيسه ودارها في الدار. في الحقيقه داك الشيء داز عندهم منظم وزوين. في الحقيقه الواحد يكذب على الله لا قال شي حاجه بانها ما زويناش، كلشي عندهم متيول وزوين هو وديك بنت الناس اللي لقى. حنا ما عندنا ما نزيدوهم غير الله يكمل لهم بالخير، حيت هذا الشيء كما تنقولوا الزواج قسمه ونصيب. ما غاديينش حنا نجيو نحكموا على هذا السيد ونقولوا ليه لا صافي بقى طول حياتك ما تزوجش حيت طلقتي، لا من حقه يتزوج. وخصوصا انه الحاجه الوحيده اللي كان عاتبه عليها هي ان من يطلب الصلح، حتى سعاد قبلات بداك الصلح، ولكن للاسف جا واحد المشكل بسيط ديال البنت ديالهم بعد ما خرجت بداك الفيديو كتبكي وغضبانه من الام ديالها. ما كان السبب باش زعما ما يرجعش يتصالح مع مراته، ولكن كما تنقولوا الخير فيما اختاره الله. كان هذاك السبب هو داك الفيديو فاش خرجت بنته كتبكي، وهذا الشيء باش قال هو ما غاديش نقدر نكمل مع هاد الانسانه هادي بانها بانت لي باقا زعما هي ما تبدلاتش. وحنا عارفين كما تنقولوا صافي ملي الحاجه ما كتكتبش ما كتكتبش، واخا يتدخل اللي يتدخل، ولكن العموم كنقولوا لي مبروك عليك. وسعاد حتى هي الله يسعدها مع شي ولد الناس، مازال صغيره ومازالت بدا حياتها مع شي انسان اللي يستاهلها واللي قدرت تفاهمه. كما عارفوا حنا دابا الناس يقدروا ما يتفاهموش مع بعضياتهم، ولكن يقدروا يتفاهموا مع شي ولد الناس اخر. هادشي هو اللي كنشوفوا دابا هاد كما نقولوا هاد السلسله او هاد الحياه ديال هاد الزوج ديال الناس. والله يوفق الجميع. وسعاد ما تعصبيش، ما يبقاش فيك الحال، كلشي كما تنقولوا يفوت. من الاحسن ما تبقايش حاضيه دوك الفيديوهات باش ما تبقايش تاثري، ولكن هذه هي الحياه. والى اللقاء في فيديو اخر.